الاساس تقريبا اللي قلبنا على هذه الارض وكذا ووقفنا عليها تحت التيران هذا، ودار واحد الاخوان واحد كانوا داروا وقفات احتجازيه وكذا وهذا باش يخرج هاد يخرجوا هاد. ولكن انت كتشوف تقريبا ما يناهز من سنه دابا هو التيران هو يعرض للتخريب فهمتيني. هناك حنا كجمعيه ما نكذبش عليك على الاقل بعدا كنضربوا هاد الله الا عايز نشوفوا هنا كيفاش الامور كيفاش غاده. يعني واش تواصلتوا مع الجهات المعنيه السلطات المحليه من اجل سريع ديال التسليم ديال هذا المرفق هذا؟ وبطبيعه الحال راه اتصلنا مع اخوان. دابا المشكل اللي كاين هو ان المشكل وداك الصراعات اللي كاينه في الجماعه حتى هي من الاسباب اللي فهمتي. حتى الغيسني كرئيس ولا هذا راه كشتي المشاكل اللي كاينه في الجماعه، حنا ننتظر وصافي راه هادشي اللي كاين. يعني الامر مرتبط بالمشاكل اللي كتعيش الجماعه؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال طبيعه الحال، لان تقريبا باش ملعب القرب تقريبا ما يناهي السنه دابا ومازال ما تسلمش لهذا راه شي حاجه. يعني ما فكرتوش تواصلوا مع السلطات المحليه بدل الجماعه ما دام الوضع ديال الجماعه لا يساعد في حل هذا المشكل هذا؟ واخويا تنقول لك دابا هنا هذا هو الخطوه اللي قادمه ان شاء الله، فهمتي كيفاش؟ هذه الخطوه اللي قادمه، لان ربما كان داز هذاك الشهر ديال الصيف شي شويه بحال اللي تيكونوا الناس الاداره تيكونوا شويه ما كتكونش هذيك الخدمه 100%. ودابا هذا هو الحقيقه الشيء اللي خاص يدار.